المعلومات تشير أن الأوضاع سيئة للغاية، الظروف تزداد سوءا مقارنة بالأيام الماضية أو مقارنة بيوم أمس الذي كثفت إسرائيل من غاراتها تجاه مدينة غزة، وبالتحديد ركزت تجاه جمع الشفاء الطبي، نجر كل الطاقم بأعجوبة من القصف الذي جرى في مجمع الشفاء الطبي. لم يعد المكان بالمطلق آمن، لم تعد عدسة الغد موجودة لأن القصف المدفعي والصواريخ باتت تسقط بجانب عدستنا، فاضطررنا للتوقف عن النقل في مجمع الشفاء الطبي لأن الغارات الإسرائيلية كثفتها في مخيم الشاطئ وفي شمال مدينة غزة. الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق قذائف بين الحين والآخر، تطلق أيضا رصاصة تجاه كل من يتحرك في تلك المنطقة أو في شارع النصر وشارع الشفاء. الغارات الإسرائيلية ما زالت تواصل على منازل المواطنين والمدنيين العزل. الأوضاع الصحية الآن باتت غاية في الصعوبة، لم نعد نعلم كم بلغ أعداد الشهداء ولا أعداد المصابين ولا أين هي المجزرة التي ارتكبتها إسرائيل، ولا نعد نشاهد المجازر التي ترتكب في قطاع غزة وتصل إلى مجمع الشفاء الطبي، لأن كل شيء بات يعني فقدت السيطرة به بشكل كامل. الآن عدد من النازحين يحاول التوجه إلى المنطقة الوسطى أو جنوب القطاع مشيا على الأقدام لمسافات تزيد عن 10 كيلومترات. يعني هذا هو الحال الآن في غزة، في جانب أننا نتحدث لا يوجد طعام، لا شراب، لا مياه، لا كهرباء، لا وسائل تواصل بالمطلق، بمعنى أن مدينة غزة معزولة بشكل كامل عن كل شيء يوحي بالحياة، أو أن الأيام التي استمر الحال فإننا سنشاهد الناس قد ماتت هنا جوعا، وإما أن يكون مات بالقصف والصواريخ التي تسقط في كل مكان في مدينة غزة بالتحديد، لأن باقي المحافظات ربما يختلف الوضع عنها قليلا. لكن في مدينة غزة هناك تشديد خانق جدا للحصار عليها، والتشديد أيضا لمجمع الشفاء الطبي. ربما خلال الساعات القادمة نشهد تقدما كبيرا تجاه المستشفى ومحاصرة المستشفى، والذي يعني لا يستطيع أن يخرج أي مصاب واحد من المستشفى، لأننا نتحدث عن آلاف المصابين في داخل مجمع الشفاء الطبي الذي يتعرض أيضا لغارات متواصلة من خلال القذائف المدفعية والقذائف الدخانية الأخرى. طيب محمد، بالتوازي مع كل هذا المشهد الكارثي الصحي في قطاع غزة، بعد كل هذه التطورات كانت الاشتباكات ما تزال مستمرة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في عدة نقاط، لا سيما في محيط تل الهوى في غرب مدينة غزة. ما الجديد فيما يتعلق بهذه الاشتباكات الدائرة بين المقاومة وقوات الاحتلال؟ الاشتباكات ما زالت مستمرة، ليس فقط في جنوب مدينة غزة بالتحديد في منطقة تل الهوى، بل متواجدة أيضا ومتواصلة في محيط مستشفى الرنديسي وفي مخيم الشاطئ للاجئين بين عناصر الفصائل الفلسطينية وهذه الآليات المتوغلة. نسمع أصوات هذه الاشتباكات بشكل واضح جدا في داخل مدينة غزة، ونسمع أيضا محاولات المدفعية إطلاق قذائف مدفعية ربما تجاه هؤلاء العناصر الذين يتصدون لهذه الآليات المتوغلة، أو نسمع أصوات صواريخ ومن الطائرات الحربية الإسرائيلية تسقط ربما تجاه أهداف قريبة من هؤلاء الذين يقومون بالتصدي لهذه الآليات المتوغلة. لكن أصوات الاشتباكات والرصاص لا يتوقف، وكذلك أيضا القصف المدفعي لا يتوقف، وبين الحين والآخر تواصل الطائرات الحربية الإسرائيلية غاراتها بشكل مكثف تجاه منازل المواطنين في مدينة غزة. والجدير ذكره أنه حتى سيارات الإسعاف لم نعد نسمعها، لأنه يعني هي تتعرض أيضا لاستهداف عندما تصل إلى الأماكن التي يتم استهدافها، وبتنا أمام ربما مجزرة لن يشاهدها العالم، لأن وسائل الإعلام لا تغطي الآن في مجمع الشفاء الطبي، ولا يوجد سيارات مدنية تنقل أي من المصابين، ولا سيارات إسعاف، ولا أي وسيلة نقل ستنقل هؤلاء المصابين والشهداء. نحن نتحدث عن أن غزة الآن تعيش ربما في مجزرة لن يشاهدها العالم بالمطلق، لأنه لا أحد الآن يعني ينقل ماذا يجري في مدينة غزة بالتحديد. شكرا جزيلا لك محمد دعور، مراسل الغد، كنت معنا من غزة.